هذا البرنامج من إنتاج مجموعة دال. عمرين في ربوع السودان. سلام، عندكم فكرة احنا وين؟ انا ما بعرف، انا شايف ناطرين ابي عرس. وشو شو اسمه؟ خور عرب. خور عرب، خور عرب. دي اسمه وادي كاس. كويس. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ السلام عليكم. ايوه تمام، بعدين نجيبوا تكون مسؤوله ثاني. جدا يلا يلا خش. احنا في مناسبه حسي هنا. ايوه عرس، عرس. ايوه ما شاء الله. ارسان، ارسان ارسان اثنين. ايوه اثنين الاثنين هنا. ايوه ديلك ما شاء الله. السلام عليكم اخونا علي. السلام، كيف الاحوال؟ كيف الحال؟ احنا حاسين احنا جايين لقينا في زي مناسبه كده. المناسبه دي هي شنو؟ المناسبه دي هي عرس. عرس زواج ما شاء الله. زواج يعني. ايوه سنه الاثنين شفتهم ديل وعندهم الشعر بتاعهم في الشعر ده الاحمران يعني قريبا الناس الثانيين باقي المواطنين يعني. ايوه هم يعني زواج لاثنين. لاثنين ما شاء الله. اخوانهم ما شاء الله، هم اخوان الاثنين ما شاء الله، تزوجوا في يوم واحد. ها بعد ذاك بعد ما يدوه بعد القبول. ايوه ها بعد ذاك يعني الزواج ذاته بيتم في خلال كم مثلا؟ والله الزواج بتاعنا طبعا ثلاثة يوم. الزواج مرة الفترة بتاعت الاحتفال ذاته، الاحتفالية طبعا ثلاثة يوم. واليوم الأول ده بنقول يعني إنه بنجهز الحاجات يعني زي ما أنتوا في المدن بتقولوا الحفلة وشنو والحلل والفنانين والطباخين وزي وكذي وكذي، أنا هنا كمان برضو بنجمع الحاجات بتاعت الإيريس والشغل والأداء دارين يشتغلوا. أيوة يلا أنت قلت لي أول يوم بنجهز حاجات. خلاص هاليوم الاول جهزنا الحاجات، الثاني تم الاحتفال، اليوم الثالث قلت لي يلا هو اليوم الثالث زي الليله ده بنقيل محلنا وحوالي الساعه 10 بالليل 9 بالليل بنطلع الحاجه المباركه بالليل عملناها. أيوة. في الراس للعريس ده للعريس. أيوة. ونمشي بيت العريس نبارك له، تباركوا في بيت العريس. بيت العريس بالليل. أيوة. حوالي الساعه 10 كده 11 بنمشي البيت بنبارك للبيت. ايوه
هنا علي يا أخي استضفتونا ووديتونا من الجبنة الجميلة جدا جدا ووريتونا التفاصيل الجميلة بتاعت الزواج عندكم دي. يعني نحن نشكر لكم ونشكر لكم هذا يا أخي الاستقبال الجميل ونورتونا بمعرفة جميلة. يعني شكرا لك يا أخونا علي يا أخي. شكرا. أبشر أبشر أبشر. أبشر أبشر. الحمد لله. شكرا شكرا شكرا. كيف؟ أطبخيها في دقايق يأكلوها في ثواني. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. مثل ما شفتوا كمان من أول حلقة أنه نحن في جبيت ووراءنا سلسلة جبال البحر الأحمر. وأكيد معي ضيف العزيز حسام يلي عم يولع لي المنقط أو الفحم أو الكانون أو الكانون على هوا الطلق. لكن مثل ما شفنا كمان في حلقات سابقة مرق معنا المنقط أو المنقل
السينجل يعني الشقفة الوحدة. اليوم عم نستعمل الشقفتين لأنه عنا طبقتين رح نستعمل بكل جهة. بكل جهة رح نستعمل واحد. طيب شرحنا شوي عن المانجات. أنت بتستعمله بالبيت مثلاً؟ تستعمله بالسورين؟ مرات أيوة. كيف مرات؟ يعني خاصة لما نكون عم نضبحين خروف في شيء بتاع بدي واحد كبير. مشان اللحمة تكون يعني ما في بيت بالسودان ما بكون في منقل. ما في منقل اصلا ما في بيت بالوطن العربي وبالعالم ما لازم يكون في منقل على القليل. لكن مثل ما شفتوني يا اعزائي كنت انا عم بعمل الزعتر عم بخلط معه السمسم وكنت عم دق البهار او حب البهار الاسود. تنشرح لكم اول شيء شو عندنا اليوم. مثل ما بتعرفوا او كثير من السودانيين بيعرفوا انه بيجابيت عندهم الماعز شغلة مهمة جداً. يعني أكل لحمة الماعز شغلة كتير مهمة. فحبينا نحن اليوم نتكلم بطبختين أو عن طبختين أو عن طبقين معمولين من لحمة الماعز. أول طبق رح نعمل نحن شيش أو شو بتسموه بالسودان؟ شيش برضو. شيش أو سكيورز. رح نعمل حوالي 6 سياخ بس بطريقة جديدة وحلوة وفيها كتير ألوان. رح نعرفكم شو عنا. عندنا من الحامض ليمون من الكوسة أسود فنجان مش كوسة. طماطم بطاطس مسلوقين نص سلقة مش نيين. بصل أكيد البصل بقشره بعدين نشف شوية. إيه أكيد نشف لأنه درجة حرارة 42 شوية ضباب بس إنه أحسن من غير أيام يعني نحن أخف شوي. وعندنا كمان من الكوسة وعندنا كمان من لحمة الماعز بتكون طرية لأنه اللحمة أكيد الماعز نحن بجبيت لحمته كتير طرية لأنه أكيد بيتغذى من الطبيعة. بس أنا كمان نقعني بالحليب قبل بنهار يعني من امبارح نقعين اللحمة بالحليب وبالبهار مثل ما شايفين وبالزعتر. هيك نحن بتتخمر اللحمة وبتصير مثل الزبدة. شو رأيك نبلش من هيدي الميلة ولا بنشرح كمان شو عنه هون؟ هنا خاصة الجرجير قرب. هون لكن الجرجير نحن كنا بدنا نستعمله هلا بطلنا لأن وهون عندنا الكتلة أو الريش تبع الماعز. أول شغلة حتى نلحي تعالوا نعمل مع بعضنا أول شيء سيخ حطيت الفحم حط الفحم لكن عمال معروف إذا حط الفحم بس دق لي هون هيدا شوي شوي حتى البهار الأسود يصير ناعم جدا. مثل ما شفتوا أنا عندي اللحمة رح بلش أنا بطريقة جديدة وهي من كل نوع من هالأنواع اللي قدامي رح نعمل منها سيخ بهالشكل. شغلة كتير كتير هينة هيدي اللحمة مثل ما شفتوا بهالشكل. نرجع منحط باذنجان منحط كمان شقفة حامض بتعطي كتير طعمة كمان للحمة. منحط لحمة بصل بقشره بعدين قطعة لحمة بعدين فلفل بهالشكل. بطاطس بهالشكل. لحمة بعد وفي الآخر قطعة من الكوسة. يعني صار عنا هالشكل هيدا. شو رأيك؟ ريشة مليانة. صار عنا شكل عنا لحمة فلفل صار جميع وعنا الحامض بقلبه. بس شكل نحنا راح نبلش نحطه هون. وين الفحمات يا رمسا؟ أنا بشتغل وانت العاب بالبهار والعاب بالفحم. فحم جاهز. يلا حط بعد فحم. لكن نحن نجهز كمان بهالوقت كمان واحد تاني مثل ما شفتوا. لكن نرجع من اللحمة مثل ما بدنا. أكيد هلأ منكفيهم بدنا نعمل 6 سيخ وراح نحطهم على الجمر ونحن نفرجيكم كيف بدنا نشتغل. وبهالوقت كمان أعزائي خلينا نفرجيكم ريش الماعز كيف بدنا نعملهم بالفرن. فالشكل أكيد بهالوقت الجمر عم يسخن عنا. ما هيك يا حسام شو رأيك؟ لكن على الزعتر بهالشكل شغلة كتير حلوة. بخلي الزعتر أكيد الزعتر فيه ملح فنحن مش ضروري نحط ملح على اللحمة. أوكي البهار كيف؟ كويس. كان عندنا هون البهار مثل ما شفتوا. بنجيب الزيت شو رأيك؟ هو معروف يا حسام in the oven بالفرن. تفضل. أكيد لحمة الماعز فينا ناكلها مشوية كتير وفينا ناكلها نص استوى يعني تكون شوي صغيرة
تكون شوي صغيرة، لونها لونها يكون بقلبها مش كتير كتير مستوي، يعني هيك بيميل شوي للون الروز، للون للون هيدا مثلا هيك الأورانج أو شيء، أو شو بتسمي هذا اللون؟ برتقالي. برتقالي لون هيك البرتقالي شوي صغير. هتاخد كم دقيقة في الفرن؟ يعني حوالي بدنا حوالي إذا كانت برتقالية بدنا إياها بتاخد شي 15 دقيقة على حرارة 200 درجة، أما إذا بدنا إياها مستوية منيح بدها شي نص ساعة، بعدين بنقصهم وأنا وياك. نمشي نجيب العشر. حسام شو اسمها هيدي؟ لصاج. صاج. صاج أو شوي؟ شوي. في منا أنواع، في منا معمول مثل المقلي أو مثل أيوه. الحلي. واحد من غير من غير خرام. أيوه. في منا بدون قدور خرام، في منا هيك مضلعة. فاليوم رح نستعمل هاي لأنه رح نعمل سوتيد، يعني بقلب هيدي المقلي بس على الفحم أكيد الطماطم والبصل والفلفل والكوسة والكرنب اللي هو الملفوف، وكمان الشامبينيون. شو اسمه الشامبينيون بالعربي؟ فطر. لا وغير شيء كمان مشروم. عش الغراب. اوكي لكن احنا اي ميلي بدك عندك ايه عندك عادي. لا هذيك الملح هون خلينا نحط الشيء كمان. اشترينا هودي كمان احنا كمان بالسودان، كمان هودي بيستعملون كتير كمان كلاسيك هودي الالك مشان شوي. لكن راح نحط نحنا راح نحط نبلش من الاشياء يلي تستوي. اول شيء مثلا احنا نبلش بشو؟ بصل مثلا. يلا هادي بصل. اوكي بعدين بنحط الفلفل، بعدين الكوسه، بعدين الكرومبو، طماطم اللي بعدين المشروم، وبعدين اخر شيء بنحط الطماطم لانه ما حنقطعها مثل ما هي هيك هلا بنشوف فيهم. أوكي. بس انا رح اعمل شغلي حلوه، رح انا احط هالبصل مثل ما هو تنشوف كيف بيطلع معنا اخر شيء. يلا هيك، وكمان رح نستعمل البصل هون هيك بصل. وهيدي بصل خلوهم بهالشكل تنشوف كيف بده يطلعوا، ورح نبلش نحط نحن السكيورز كمان تبعوا لنا بهالشكل على النار. وهلا بنترككم تستمتعوا بشوية فرصه، يعني رح اعطيكم نتفه فرصه حبه كده. نحن بنكون شو عملنا؟ حضرنا السكيورز الباقيين وكزرنا انا وياك، واذا بدك كمان انا حطيت لك هون كمان درينك ومشروبات تسلك. ان شاء الله ما راجعين لكم يا سلام. أسير في التوت الليلة واستجيب الونين
يا ليلى قابلته في سنكات يا ليلى مرحبا. السلام عليكم يا مرحبا يا لبا خير تمام يا لبا سلام خير مرحبا يا هذا البلد مرحبا تفضل تفضل مرحبا اسمي ام دوكير اوكي انا سلام ام دوكير تفضل كنا قلنا نعطلك شويه تفضل 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 ما مشكله تفضل الله يخليك تفضلوا كيف احوالك تفضلوا البلد بلدكم ورينا بتعمل شيء تشافه بيعمل في شنو لا شو عم يشتغل بشو هيدا انت قاعد تعمل في شنو والله طبعا ده الاراك المساويك طبعا يعني الجماعه ايوه نحن طبعا هني نقت طبعا نعمل كثير مساويك كثير نعمل نعم ايوه نشيل وادين يمشوا كرتون وادين يمشوا برسودان ايوه نعم. يعني حسي ده اسمه شجر الاراك ايوه شجر الاراك وهو عم بيصنع شو عم بيصنع بالضبط شو عم بتصنع بالضبط مساويك نعمل اوكي مساويك يسوقوا به أيوة. للسنين يعني ايوه يعني أيوة. بينظفوا فيه الاسنان ايوه ايوه طب شو في عنده فوائد يعني عنده بعض الفوائد ولا بس انه بنستعمله فقط يعني هو فعلا المسواك عنده طبعا المسواك ذاته المويه بتاعه هو الفائده يعني لما انت تاخذ المويه نعم عنده يعني نوع من الفيتامين يقول له الدكاتره أيوة. يعني نعم هنا نسمع الكلام بتاع الدكاتره طبعا ناخذ في المسواك اليوم الليله السنون الحمد لله تمام هنا جميل ما عندك شريط في السوق كده وبالحبيب والله يا محمد البدري في سيدي دوشكا كله يا ريت لو كان لي بلش اسناني يجعوني بدنا بس ان عشان هو تعب فده ذاته بتقسم لنا نصين كده ونص ليا ما في مشكلة ممكن انت تاخد واحد هو ياخد واحد بطريقة قربي كاسل حسي ناخد المسواق ده يجب قسمنا ايوه هذا مسواق ابوي بس كيف هلا بدي احطه؟ لا لا ممكن ننظفه لك اه اديني لي لانه هو طبعا حيقول ما تعرف خلاص ده نظيف هذا نظيف وكيف بدنا نستعمله بهالشكل هيك؟ والله هو جديد طبعا نعم حسي لما يكون قديم انت ممكن تبل في المويه بل في المويه؟ لكن هذا جديد المسواق ده جديد هذه بنعتبرها اجمل هديه من احنا البيجا بيجا شكرا لك انتبه سبعه شيروك شيروك والله ابشر ميرسي ابشر والله ابشر بارك الله شكرا يعطيك الف عافيه يا رب وصوتك جميل جدا الله يبارك فيك ابشر والله بارك الله شكرا لك البلد بلدكم شرفتوا ان شاء الله الله يخليك ابشر يلا باي باي كيف معك لا كده كده لا بس برضه حتتسوق يعني كل يوم حتتسوق هذا بالضبط بتضل معي سؤالي ما تعزم الناس كتار على الغداء كمان تعزم الناس برانا بس حطينا لك الكوسة حطينا البتنجين حطينا البصل حطينا البطاطا حطينا شو بعد كوسة بتنجين ناقصنا كرومبو كرومبو بيا الشكل طماطم وعندنا كمان عشر غراب اللي هو المشروم كنا نحن محضرين كمان البحار اكيد ها لك بالهواء شو لك بالهواء على اللحمه كلها كمان فينا نستعمل زيت الزيتون نحط على خضره بهالشكل لا لا اضرب لك هيدي الهواء ها النار كمان حركتين مش توس الزيت اضرب الهواء طبق لكن مثل ما شايفين الهواء كتير قوي ونحن بس ناطرين هلا انها تستوي عنا باو وهيدا هون كمان عنا بالفرن مستويين خلينا نشوف بهالشكل شغله كتير كتير حلوه وهلا ما قلنا غير نقدم طبقنا فرجينا نشوف أكيد نكون مستويين بشكل شو رأيك؟ هذه الخضرة كمان رح تجهز عنا ورا بعضهم لكن رح نحط أعزة الخضرة هون ورح نحط كمان السياخ هون وهالوقت كمان نحن منقطع لنصين أو كمان فينا نقطع لأقسام كمان أو كتار بهالشكل بيرفكت بهالشكل هون
هيدا كمان ها سخني كريم نحطها بهالشكل هون هون عنا هودو جاهزين جاهزة بهالشكل انت عمول معروف حط لي الخضرة بس هون هيك فيك شو رأيك اني بس شيل من هون الخضرة هيك هوبا لا الخضرة صار جاهزة عنا تضل مستوية حطينا بردوة تضل مستوية او سخني بهالشكل ونحنا اللحمة كمان جاهزة عنا بصل جيب البصل اول شو ثلاث بصلات وين وين ملقط 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 هذا ملقط هون لكن البصل نحنا واخيرا حمول الصحن بايدك حمول الصحن كله 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 مثل ما شفتوا البصل مستوية بقلبها ونحنا بنقلكم ميرسي كتير وناطرينكم بكره بحلقه جديده نتغدى ماشي احنا الان في منطقة العقبة ومعاكم احمد عقباوي انا ابن هذه الجبال انا من هذه الجبال هذا البرنامج من إنتاج مجموعة دال.